المهندس عادل حافظ نبطشي المسؤول عن حديقة الأغمان النهاردة تاني يوم العيد. حضرتك شايف النهاردة نسبة الإقبال إزاي؟ والله هي كانت نسبة الإقبال امبارح ضعيفة، النهاردة زادت والإقبال كويس النهاردة، يعني معقول، مش زي كل سنة بس يعني بالنسبة لنا احنا يعتبر معقول يعني. يعني بلغ حوالي بالنسبة ولا؟ بلغ حوالي 3000 فرد. 3000 زائر. 3000 زائر. في شكاوي من المواطنين النهارده جت؟ الشكاوي النهارده الحمد لله ما فيش اي شكاوي، الحمد لله. هل في اي حالات تحرش؟ لا لا لا، ما فيش اي حالات تحرش ولا اي شكاوي النهارده بقى يعني ظهرت لي النهارده خالص. الامن مسيطر والامن موجود معانا من الصبح من اول ما بدينا، والامن هو ايه يعني طول ما هو موجود وشغال وبيلف الناس من بره. Thank you.